أعزائي المشاهدين، لما قامت ثورة 25 يناير قامت في حب مصر، دعا عليها الشباب، وعارفين حصل فيها إيه، وشهد العالم كله أحداثها. كل واحد بعد كده راح في حياته منتظر يشوف المرحلة الانتقالية هيتم فيها إيه، لكن في مجموعة بدأت بالفعل ما تستناش لأنها عايزة تعمل في حب مصر. وبناء على ذلك كان اسم المؤسسة اللي أسسوها شباب بتحب مصر. عشان ما ضيعش وقت حضراتكم وناخد مزيد من التفاصيل من ضيوفنا، بيسعدنا أن نلتقي مع سيادة المستشار أحمد خزيم المستشار الاقتصادي للمؤسسة، وأيضا الأستاذ أحمد فتحي المنسق العام للمؤسسة. وأستاذ أحمد، أنا هبتدي طبعا مع سيادة المستشار، بس قبل ما نبدأ قلت لي أنا سفير الشباب في المؤسسة، فقلت لك ازاي؟ قلت لي زي سفير النوايا الحسنة. احنا بنشتغل من خلال المؤسسة طالعين برا مصر، يعني شغلنا مش محلي بس، فبالتالي احنا بنأدي دور نفس السفراء، ان احنا بننقل الصورة بتاعت مصر برا. فبالتالي كل من يعمل في المؤسسة فهو سفير لمصر، سفير للدولة. جميل، تفسير جميل. سيادة المستشار، نتكلم عن المؤسسة بدأت بعد قد ايه؟ بتالي على حد معلوماتي انها بدأت بعد ثورة يناير المصرية. هي فكرة المؤسسة اصلا اتولدت ايام ما كنا في الميدان، وده يبين وده مهم انه يتقال قد ايه الحرية بتخلي الابداع، وكل الناس بتحب مصر، كل اللي موجودين على ارض مصر بتحب مصر، بس كل واحد بيحبها بطريقته طبعا. الفكرة بدأها احمد للامانة واحنا موجودين في التجمع في الميدان، انه طيب ما بعد، احنا بنحارب يعني البلد هتتطور وهيبقى في ديمقراطيه، طب احنا عايزين، فكنا بنتناقش قاعدين في الميدان، اهم مورد من موارد موازنه مصر هو دخل السياحه، وكنا واعيين ان الموقف والصوره والمشهد ده هيبقى له انعكاساته بعد الثوره وبعد مصر دوله سياحيه بالمقام الاول. فبالتالي على طول احنا كنا واعيين ان مع الهزات ومع الحواديت دي هتقل السياحه، لكن بعدها احنا عايزين ننشط السياحه، لان ميدان التحرير بقى اشهر ميدان في العالم، بل الدول كلها بتقلدنا دلوقتي في الاعتصامات. فعلى طول فكر احمد الحقيقه ومجموعه من الشباب اللي كانوا موجودين، وده حاجه مهمه جدا، ان مش بس الشباب بتعمل ثوره ومظاهرات وهكذا، لا فكرنا بشكل، فهو استعان، كنا من موجودين مع الشباب فقلنا له نعمل حاجه، بدانا على طول، هو بدأ يجري، وبرضه جبنا مغنيين من ميدان، وبدأنا أول حفلة في الهرم بدري قوي، متهيألي 25 مارس أول حفلة اتعملت في الهرم في 25 مارس، فبدأنا نقول إن مصر أمان في مارس يعني. بعد كده عملوا حفلة تانية، فبالتالي مطلوب مننا النهاردة إن احنا مش بس نعمل، لأن لازم يبقى فيه الدخل القومي المصري نحافظ عليه، اللي هو إن النهاردة احنا بنقول ان الايراد المصري اذا كان بيتقال ان في 50 مليون دولار دخل السياحه في مصر وهي مكتمله، فلازم نرجع الدخل ده، لان ده عمله للدوله. اذا الشباب مش بس بيتظاهر، يقدر يعمل حاجه ثانيه، تمام. وبعدين على طول بعدها لقينا استجابه من الشباب، عملنا حفله ثانيه برضو في الهرم، وبعدين في قلعه قايتباي، وبعدين في القلعه، مجموعه حفلات. والحقيقه يعني انا بالمناسبه هنا بس اود يعني اقدم شكر لسياده الوزير عماد ابو غازي، لانه هو الوحيد اللي تقريبا عامل سبورت وليا جزء من العتاب ده، بالرغم من تنشيط سياحي يعني الثقافة هي عتاب شوية على السياحة. والأستاذ منير فخري عبد النور، وده يعني راجل برضو يعني المفروض انه معارض سابقا وعارف، وفي نفس الوقت احنا كل ده عملناه بالمجهود الذاتي، وكل ده عمل اهلي، ومش عايز بس حضرتك بتتوجه باللوم، هل حضرتك حاولت تتصل بيه لتلقي دعم وما وجدتش الدعم المطلوب؟ الأحمد اتصل مرارا وتكرارا، ويعني استخدمنا برضو اخونا الدكتور عماد ابو غازي، الراجل واقف بصراحه رائع معانا، وراح له اكتر من مره، يمكن سفرياته يمكن مشغول، مش يعني المهم يعني انه في الاخر ده عمل مش تجاري، ده عمل اهلي كله شباب. النهارده الصور اللي بتنعكس للحفلات دي في الخارج بتبان ان مصر امان. سيادة المشير امبارح لما مشي في الميدان، الصورة دي تمنها بره ان البلد آمنة، لان هناك صور تبث ان مصر فيها قلق وفيها فراغ امني، لا لا لا، مصر آمنة. حتى ولو احنا بنتكلم على اشياء برضو مهم الصورة، حضرتك استاذة في الصورة في الميديا. جميل. دلوقتي استاذ احمد، حضرتك يعني بذكر ان اخترتوا السياحة، وزي سيادة المستشار اتخذت المبادرة على طول، ما كانش يعني تخطيط وتأخرنا في التنفيذ، ده احنا اتنفذنا فورا. اعلم ايضا ان عددكم بسم الله ما شاء الله ازداد في زمن قليل جدا طبعا. وصلتوا كام دلوقتي؟
والله عددنا يعني 200 ولد وبنت شغالين متطوعين في المؤسسة. والأولوية للسياحة طبعا. طب عشان تخططوا التخطيط ده بما انكم اخترتوه في بينكم متخصصين في هذا المجال؟ انا مدير تنفيذي لشركة سياحة. يعني الفكرة بس اللي انتم اصلا بتعملوا في السياحة، في ناس شغالة في السياحة وناس مش شغالة في السياحة. هي الفكرة كلها قايمة على المشاركة، مشاركة مجتمعية من الكل، جميع الفئات، اللي بيعرف اي حاجة بيعملها. في تجهيزات الحفلة ومعظم التجهيزات احنا بنعملها بنفسنا، ما نستناش حد يجي يجهز لنا. حتى بعد ما نخلص الحفلة بننظف المكان بتاعنا. جميل. نستناش ان حد يخش ينظف لنا. بذكر السياحة قلت لي احنا بنخرج بره من مارس تقريبا دلوقتي بنقول حتى الان احنا ما طلعناش بره مصر. احنا اخدنا قرار اول 6 شهور هنشتغل جوه مصر. عملنا فيها مجموعة من الكرنفالات، 4 كرنفالات. عملنا اليوم العالمي للأهرامات ده في شهر مارس. عملنا عودة بناة الأهرامات في شهر إبريل. عملنا مصر أمنا كلنا في القلعة في شهر مايو. ويونيو عملنا في قايد باي في اسكندرية سفينة الحضارة. بعد كده توقفنا شهر 7 و8 لظروف المجتمع اللي كانت فيها. بس ما توقفناش كتير يعني. طيب احنا معانا دلوقتي، عفوا على المقاطعه، بما ان حصل لوم من سياسه المستشار احمد خزيم للسيد منير فخري عبد النور معالي وزير السياحه، هو معانا على الهاتف. مساء الخير. اهلا، مساء النور يا فندم. معالي الوزير، المستشار احمد خزيم مستشار اقتصادي لمؤسسة شباب بتحب مصر، هم ليهم نشاط سياحي بدأ من شهر مارس عقب ثورة يناير، وبيقولوا ان هم وجدوا دعم من وزير الثقافة، كانوا منتظرين الدعم من حضرتك، فكان مدام الموضوع اتفتح كان لازم حضرتك تكون معنا ترد عليهم. انا تحت امرهم. اتفضل. ايه السؤال؟ السؤال ان المؤسسة شباب بتحب مصر ليها دور. اهلا وسهلا بيهم. يعني اهلا وسهلا بيهم. لا يعني نحن في حاجة الى اي اضافة واي مساعدة واي تعضيد. طيب. انتوا بتكلموني، انا في اسوان توي راجع من رحلة تسويق من باريس، مسافر بكرة عمان حيث اجتماع وزراء السياحة العرب، بعدها طالع على برلين حيث عندي اجتماع مع شركات النقل الجوي. ده اللي خلى حضرتك ما خدش بالك من اسم المؤسسة في اول الاتصال الهاتفي. دلوقتي حضرتك في شكوى ان هم شايفين ان هم بيلقوا دعم من وزير الثقافة اكتر من وزير السياحة، وهم مجموعة من الشباب بتقوم بدور هايل في التنشيط السياحي. اهلا وسهلا بيهم. يتصلوا اي حد في الوزارة ما هيش الوزير. الوزارة مؤسسة فيها مساعد واول وزير ومساعد وزير ووكلاء وزارة وقطاعات مختلفة، الكل هيكون في استقبالهم. انا شخصيا على سفر وحكون هعود راجع الى القاهرة باذن الله يوم 5 اكتوبر. عاوزين يتصلوا بيا بعد 5 اكتوبر، هكون تحت امرهم واكون في شرف استقبالهم. مستشار احمد خزيم عايز يقول لحضرتك حاجة. اتفضل استاذ مستشار. احنا طبعا مش غرب على بعض يا معالي الوزير، لان احنا انا وفد قديم، واعتقد انت لو قدامك التلفزيون هنعرف بعضينا. لكن هو حضرتك اما تقول لي ان الوزاره مش بس الوزير، انا بعد اذن حضرتك بقول لحضرتك لازلنا الرجل الاول في المكان هو اللي بيتحكم. عايزين نوصل للمرحله اللي معاليك بتقولها حضرتك. سعادة المستشار فضل. انت اللي خليت انه الرجل الاول هو بيمثل المؤسسة. لو انت طلبت مقابلة اي حد، اي مسؤول اخر غير الوزير في غياب الوزير، كنت كان هيقابلك. يعني وفي النهاية يعني انا يعني بعتذر لو كنت حاولت تقابلني وما عرفتش، بعتذر سلفا او مقدما. انما انا ببذل مجهود للتسويق خارج مصر، يعني مجهود جهيد، بقالي بركب طياره كل يوم. طب النهارده حضرتك ونفسي اتقطع. النهارده حضرتك ربنا يديك الصحه. حضرتك النهارده كنا بنحتفل باليوم العالمي للسياحه، منظمه السياحه العالميه كانت. انتوا كنت بتحتفلوا؟ لا، اللي كان بيحتفل انا اللي كنت بحتفل في مدينه اسوان، حيث كان عندي 3 وزراء سياحه من العالم بما فيها اندونيسيا واليونان وتونس. وكان عندي 12 وزير. لا يعني معلش، يعني الحق لاصحابه.
وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة قامت بمجهود جبار لتنظيم احتفالية استقبلت فيها قطاعات السياحة العالمية ووسائل الإعلام العالمية من كل دول العالم من أسوان، حيث المدينة تئن من الأزمة السياحية، وقد اخترنا أسوان لهذا الغرض لكي نلقي الأضواء على هذه المدينة أو هذا المقصد السياحي الهام بالنسبة لنا. وكان يومين رائعين سيسجلوا في تاريخ السياحة المصرية. عموما أنا لما بقول إحنا كمصريين استضفنا هذا اليوم، وطبعا مجهودات حضراتكم إحنا بنتابعها وبنتمنى للسياحة أنها تزدهر، لأن مصر بلد سياحي في المقام الأول. بشكر حضرتك على هذا الاتصال. أنا بس مش عايزة الفقرة بتاعتنا دي، عايزين ندي السادة المشاهدين. سيادة الوزير في الحفلة يمثل وزير السياحة، سواء إذا كان مدير هيئة تنشيط السياحة أو النائب الأول لسيادة الوزير أو النائب الثاني أو المستشار المستشارين بتوع سيادة الوزير، يشرفنا في الحفلة. كفاية، مش عاوزين أكتر من كده. جميل. ومعالي الوزير أكد على أنه هو بعد 5 أكتوبر حيكون متواجد بنفسه. عموما خلينا نتكلم عن مؤسسة شباب بتحب مصر، لأن إحنا دايما في وسائل الإعلام عمالين نتكلم على المشاكل اللي هي عمالها تقابلنا. خلينا نتكلم عن حاجة جميلة مشرقة، بما أن إحنا بنقوم بهذا الدور وعندنا وزارة السياحة، لكن شبابنا مستمرين في هذا الدور، بتتصوروا إيه الدور المستقبلي في المرحلة الجاية؟ والله احنا شايفين الامور بدات تتطور. يعني ان احنا عاملين حفله مثلا يوم الجمعه ونلاقي دعم من السيد وزير الاعلام يقول ان الحفله هتبث مباشره على التلفزيون، ويوصل لنا اهتمام كبير جدا من وزاره الاعلام، فده شيء بصراحه ما شفناهوش قبل كده. فده نقطه ايجابيه. استوديو جديد زي استوديو 27 احنا متوقعين له نجاح كبير، لانه قايم على مصداقيه اعلاميه، حاجات كتير بينقلها. يمكن امبارح كان اللقطه بتاعت سيد المشير، مش عيب ان احنا ناخد من فضائيه تانية او اتبثت قبل كده بنقول احنا مش هنبثها، او لازم التلفزيون الحكومي هو اللي يكون بيبث لقاءات المشير مثلا. هي جت عن طريق تلفزيون خارجي، فبالتالي بدانا نتقبل الراي والراي الاخر. وعاوزين نوصل بقى الموضوع ده لكل الناس، ان الراي والراي الاخر نحاول ان احنا نفهمه شويه. سياده المستشار، بعد مرحله من الاهتمام بالتنشيط السياحي على حد معلوماتي ان ناويين تتسعوا في العمل. شوفي يا استاذه هبه، انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه واطلب منك. اولا كم اللي بدأوا يخشوا العمل الأهلي، مش بس في السياسة، لأن الفترة اللي فاتت دي كان طبيعي تسمع الكلام كتير، وهيظل مجموعة من الكلام، لأن أنت كنت في حالة صمت كامل، فكل النهاردة بدأ يعبر. إنما على الجانب الآخر في مجموعة من الاستشاريين بيعملوا عمل تطوعي، في النهاردة جمعيات، ولا في الأيام اللي جاية هتكتشفي مع مناخ الحرية في ناس هتقدر تعبر عن الفعل الحب مصر في حاجات كتيرة. في عندي مجموعة أصدقاء بدأوا يعملوا دورات في محو الأمية، وده برضو موجود عندنا احنا، محو أمية الكمبيوتر. في بدأوا يدوا دورات في السيستم المحاسبة بدون مقابل. إذا أنت النهاردة شرايين المجتمع بتبدأ تتفتح في الآخر، أنت الشباب ده لما هيبدأ يدخل في مناحي الحياة ده اللي هيعمل التطوير في مصر. مش شباب مصر هيفضل زي ما كان الأول، لأن كان الأول المسائل الأمنية كانت محجمة. أنت تركتي الحرية، فالمقابل إذا كان في بعض منها، في ناس بتتكلم كتير، أنت طبعا حضرتك عارفة، في ناس ملخبطة في خناقة ده قديم وده جديد والكيدية، ده موضوع هينتهي. اللي عايز يشتغل بيشتغل، اللي عايز يقعد يتكلم وبس مرحلة وهتعدي. النهاردة في كتير قوي بدأوا النهاردة يعملوا جمعيات متضامنة في كذا حاجة، في ناس بتعمل دراسات جدوى للشباب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفي مجموعات زي الفل من شباب كلية الاقتصاد، بنات وولاد، ومجموعات في هيئة الاستثمار بيجتمعوا كل يوم، وبروح لهم بقعد معهم بيعملوا دراسات جدوى للي عايز يعمل مشروعات صغيرة في المحافظات. وبرضه هنحاول يعني نعلن، يعني برضه من قيمة الاستوديو 27 ده لازم نقوله، يعني حقيقي ان النهاردة انت بتنقل الحدث اليوم وحدث المجتمع على الهواء في التلفزيون المصري الارضي اللي الناس كلها بتشوفه. بالتالي انت النهاردة مع التطور ده النشاط شغال، هو بس عاد شويه مجهود من المعدين، شويه اتصالات، شويه يعني حركه، وانت هتلاقي زخم عندك ينقل مصر بتتحرك ببطء للامام. الناس بتجمع بعضها بتثق في روحها، هتلاقي في العمل الاهلي، هتلاقي في المراه المعيله، هتلاقي ومش بس النظام القديم، الجامعات اللي بتتلقى دعم من الخارج، هتلاقي الناس بتشتغل تطوعي. يعني احنا هو بنقول لحضرتك خمس حفلات تمام بيور، ما فيش حد. وانا حتى لما كلمت سيادة الوزير انا يعني قلت المبرر انه مش فاضي، بيتحرك كتير، لكن في الاخر
احنا بنتكلم. الوزير قال انا اتقطع نفسي. ما هتقطع نفسه، ما احنا انا يعني اذا سمحتي لي هبه هاني، احنا عايزين دفاعا عنه. هو فعلا لا انا متواجد أنا وكنت في حاله انا لا اهاجمه يا فندم. انا ما بهاجموش، انا بقول له يا معالي الوزير لازلنا لسه احنا المرحله قريبه، لازلنا بنشتغل في المكان في المكان بالراجل رقم واحد. خلينا نتكلم بصراحه، اذا كنا عايزين نخاطب جمهورنا الناس حاسه، عايزين يبقى في فريق. هو اتكلم كلام صح، بس هو النهارده هو بعيد تمام، او في اي وزاره، بلاش وزاره السياحه، احنا لسه بنقول يا جماعه طالما راح قدم شغل، قدمنا حفلات الاول، يعني مش لسه هنعمل وفي الاخر ما حدش قادر ياخد قرار لسه برضو. على فكره بذكر الرجل الاول، هي بس يمكن تكون مش معالي الوزير مسؤول عنها، هي الثقافه اللي احنا بالظبط. لا لا انا ما بتكلمش، هو ما طلبهاش طبعا من لا لا انا ما بقولش ان معالي الوزير مسؤول عنها، دي ثقافه، ده كلام صح. عشان انهي اللقاء بالشاب احمد فتحي بذكر الزخم اللي تكلم عنه سياده المستشار احمد خزيم، العمل التطوعي في مصر قديم قديم قديم، لكن بعتقد ان كل المؤسسات اللي ظهرت وتبناها الشباب بتكمل مشوار لكن برؤيه جديده مختلفه. بالفعل يعني طالما هنقفل اللقاء وهننهي اللقاء في، احنا هنعزم الجمهور كله، احنا عاملين حفله الجمعه اللي جايه في القلعه مسمينها علشانك يا بلادي. اها الحفله ديت ناويين نجمع فيها كل اطياف المجتمع، جالنا بعض المعلومات من السيد رئيس الوزراء هيحضر، سيد وزير الاعلام هيحضر، مجموعه من الشخصيات العامه. فاحنا اخذنا قرار ان الحفله هنعمل فيها مجموعه من الدعوات للجمهور اللي حابب يحضر مجانا، محدش بيدفع حاجه، احنا الجمهور يقدر يجي الحفله ويقدر يتصور في الحفله ويقدر يقضي يوم كله معانا. قبل ما نخش سيبنا في الاعداد ارقام تليفونات ممكن هيعرضوها على الشاشه، اللي حابب يحضر الحفله او اللي حابب من الشخصيات العامه يشرفنا في الحفله. احنا محتاجين كل واحد بيحب مصر. اذا انتوا في تنفيذ احتفالاتكم بتبقوا في اتصالكم مع اجهزه الدوله، لان انتوا مش بتاخدوا حتى فلوس من حتى الشباب في نقطة هنا بصراحه عاوز اكد عليها جدا. يعني انا لقيت دعم كبير جدا 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 من وزاره الاثار والمجلس الاعلى للاثار. ما فيش حفله رحت اقول لهم انا عاوز حفله ويقولوا لي لا، المكان بتاعهم بيديه لنا، لان احنا بنبقى اماكن سياحيه، اماكن سياحيه على الاثار. بالنسبه لشرطه السياحه منتهى التعاون بجد، انا ما شفتش قبل كده، قبل الثوره يعني كان خلاص اللي ماشي في الشارع بيتضرب، دلوقتي مدير شرطه السياحه بيقعد معانا واللي ماسك السياحه في القلعه او الهرم او ما الى ذلك. يعني حاجه ممكن اقولها على الهواء برده شويه، اللي ماسك شرطه القلعه يعني عقيد هشام بجد اجتماع شبه يومي، متابعه بالتليفون كل شويه، عملت ايه في حفلتك؟ ناويين على ايه؟ ما كناش بنشوف ده. فدلوقتي من مدير شرطه السياحه قعد معانا وقعد معانا مره واثنين وثلاثه وينصحنا، يقول لنا طب تاجلوا الحفله، طب تعملوها في نفس يومها، طب تلغوها، اللي انتم عاوزينه احنا هنعمله. لان احنا كنا عاملين اعلان للحفله 30/9 من بدري. طبعا حضرتك 30/9 بعض بيتكلم على انت عارفه موافق جمعه، لكن 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 ملحوظه لو انا فاهمها صح، فعلا ممكن كل المؤسسات اللي ظهرت يحصل جمع بينهم ودمج بحيث ان هم يقدروا يوسعوا من انشطتهم في زمن قصير. كلام حضرتك هو الصحيح في الاول ده، حتى لو انا رحت للجانب بتاع الاحزاب الكتير دي برضه مع المشوار التراكمي هينضموا. كل واحد يعرف انه مش هيعمل حاجه لوحده، فهتبدا كل واحد ينضم. تعرف انت بتنتقل زي ما قلت ثقافه من الثقافه الفرديه الى الثقافه الجماعيه، وبالتالي ده في المجتمع الاهلي هتلاقي كل مؤسستين متشابهتين هيندمجوا مع بعض بعد ما يغربلوا بعض اللي يقدر يعمل. لذلك انت النهارده مؤسسات العمل المدني هي القاطره اللي هتشد ثقافه المجتمع، لان انت عايزه تنهضي بيه. فكلام عليك مظبوط انك انت الفتره الجايه بعد التوسع ده كله النهارده طالع من ثقافه الانا 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 الانا، كل واحد عايز يعمل حاجه لوحده، في الاخر مش هيقدر يوصل لحاجه. هتبدا تنضم القوه سواء في الاحزاب في السياسه او في الاقتصاد، هتلاقي كل هنقدر نتواصل للحاله الجماعيه، وده اللي عايزاه مصر. الفرديه لازم تنتهي، لازم نشتغل كلنا جماعه، نبطل كلام ونشتغل، ولما بننزل بنعمل برضه نبقى كلنا جمع مع بعض. ده تراكم يا انا سعيده بده، لان بس طبعا حضرتك يعني احمد يمكن اصغر مننا، بيتقلي الشباب بياخدوا مبادره جميله وعندهم حماسه بالفعل موجوده، واعتقد ان انتوا بقيتوا يعني بتقول 200 واحد. لا ده ده 200 اللي هم المظلومين، انما انت على الفيسبوك بتاعنا مجموعه حوالي يعني 15,000 النهارده بينضموا على الفيسبوك. حابب ينضم لينا حتى من الجمهور على الفيسبوك هيلاقينا. خلي بالك انت في العالم المصري يعني دعوه مفتوحه للمشاركه من الشباب. قدام نقطه ثانيه زي ما لو كان المعد حط ارقام التليفونات لو حابب حد من الجمهور يتواصل معانا، اوكي يتصل علينا. احنا بنرحب بكل المبادرات، حتى اللي عنده ابتكار ممكن نتبناه ونوصله للساده المسؤولين او نوصله للجمهور عموما. عموما يمكن فعلا عرض نشاط المؤسسه الشباب في حب مصر
او بتحب مصر عفوا على الخطا كل لا كلها شباب بتحب مصر, مصر اسم مصر جميل طبعا هي الغرض كان منها ليس فقط القاء الضوء على النشاط اللي بتقوموا بيه وانما هي دعوه مجتمعيه زي سياده المستشار ما قال بنتمنى ان عددكم يزداد وبالفعل يحدث هذا الدمج والجمع بين الجمعيات والمؤسسات المختلفه في نهايه اللقاء بشكر حضرتك استاذ مستشار حضرتك منتظرين استديو 27 في الحفله واشكر استاذ احمد فتحي بشكركم أعزائي المشاهدين فاصل وبنعود لحضراتكم مع فقرتنا الرئيسية النهاردة ولقاء مع أستاذ دكتور عمرو حمزاوي الناشط السياسي وأيضا أستاذ دكتور أحمد أبو بكرة أحمد أبو بركة قيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. أهلا بكم من جديد. الحقيقة بعد ثورة 25 يناير بالتأكيد في حالة حراك سياسي نشطة جدا في مصر. لو حبينا نتأمل الساحة السياسية والمشهد السياسي هنقول في تيار ليبرالي تحتيه أطياف مختلفة وفي تيار الإسلامي السياسي وأيضا تحتيه أطياف مختلفة. لكن في رأيي بيقول إن احنا ربما يعني سمعنا عن رموز هذه الأطياف والقوى السياسية أكثر مما سمعنا منهم شخصيا. اللي لدي معانا اثنين من يعني الجيل اللي نقول الوسط مش هنقول شباب لكن مش هنقول كبار